الحقني يا بيه، انقذني يا بيه يا بيه. هو في ايه يا ولاد؟ يا بيه يا بيه يا بيه، عاوز ايه يا ابو ذي النحس؟ ماشي هعديها لك المرة دي. بتقول حاجة يا ولية؟ ولا فتحت بقى يا باشا؟ قولي عاوزة ايه؟ كنت عاوز اعمل محضر في البيت دهيا يا باشا. دهيا؟ انت منين يا ولية؟ منكم ابو بلاص. ودي فينكم ابو بلاص يا ولية؟ بعد كفر ابو شقنوف. بس خلاص مش عاوز اعرف انت منين، قولي عاوزة ايه وخلص. البت دهيا يا بيه تبقى مرات ابني، طول النهار معذبة ومشقية، طالع نازل يجيب لها في طلبات يا كبد عين امه. وفيها ايه يعني لما يجيبها؟ يا كبد عين امه الواتش يا باشا، طول النهار طالع نازل نازل طالع، مش عارف ينزل. يعني انت عاوز نسجن لك مرات ابنك عشان مشقية ابنك؟ ايوه يا باشا، اهو ده اللي انا عايزاه. ومش عاوزانا نسجن لك جوز بنتك كمان؟ لا يا باشا، الله يخليه جوز بنتي، مهني بنتي ومستته وكل اللي هي عايزاه طول النهار يجيبهولها. بتقول يا ولي؟ بقول لك يا باشا اسجنني مقصوفة الرقبة دهي. على دلعونا على دلعونا، كتر التعريض هيجيب لي جنونة. احنا من ديننا ما ناخدهاش من الفيديوهات والافلام والمسلسلات، اخلاقك خدها من دينك بالاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام. متنساش تصلي على النبي وتذكر الله وتعمل شير وكومنت وتشترك في القناة عشان ده بيساعدنا ان احنا نكمل.